بصلي قدام وانت طيب. وانت عذرتني من اول عشان ظرف والله اني ما ادرك لكن عطنا 10 دقائق ربع ساعه بمر المعرض مره ايه ابشر اذا سمحت بناخذ من ابو عبد الرحمن كلمه ومن ابو علي كلمه تفضل انا بسالك الكلام يجر بعضهم المواقف احنا تكلمنا عن قدره الله سبحانه وتعالى في من يسر او من كان في رجال اطلب مبلغ وقصد بقى عليها 2000 ريال 2000 ريال هو تاخر فيها حقيقه هو لو طلبنيها زميل لي ايه لو طلبنيها قلت له ما في مشكله ولكن قال بروح للمكتبة أوصلها هناك وكذا مشت الأيام توفاها الله الرجل هذا بعد ما قطعت من حوالي 30 أو 40 سنين ويعلموني خويانا قالوا ترى فلان توفى الله يرحمه لأن يذكر الألفين علي وأعرف أخوه قلت يبغى الألفين ريال أكلم أخوه في ورثته ولا أقول لهم فلان أطلب الألفين ريال الله يحله ويبيحه ويسامحه جزاك الله خير ما جاء أسبوع أقل من أسبوع إلا تجيني حوالة 12,000 وعليها كسور ما تدري منين في حسابي من بنك الراجحي من شركة اسمها الفلاني قلت هذا واحد بيسدد فاتورته جت في حسابي بالغلط حتى فيها كسور إيه فيها 121 وزي كذا فيها كسور 12,000 وعليها كسور أي تقول حساب فاتورة رحت ابحث كلمت الشركه اخذت رقم الشركه قالوا احنا 3 شركات للاتصالات وللصيانه وللمواد الغذائيه اي منهن قلت والله ما اعلم اي منهن جاني حسابي كلمت المصري قال بتحط رقمك جانا احد يسال قلت بيرجع ان شاء الله بيلقى الحساب وين هي ويلقى جلست كذا يوم طال عمرك ولا ثلاثه ثلاث ايش؟ 3,000 غير 12؟ اي لا لا شوي طال عمرك وليا 9,000 ايه والد عطنا رقم حساب ابي علمك اخرت باع منها تعدت 30,000 انا جلست ابحث افتش كل شيء وش هذا طرى علي واحد قبل 10 سنين صاير بيني وبين التعامل تخني تعامل بيني وبينه وقعت معه ورقه ايه على تذكر النغمات حقت الاصوات اللي كان يسجلونها الا اي صدقت اللي هو عبد الغني البكري ايوه الشهري الشهري ايه ابو فهد الله يسعد صباح يسعد معك يستاهل الوفي الوفي يستاهل ينكر وانا ادق عليه يوم دقت عليه ما رد علي دقت على المغربيه ما رد يوم الساعه 12 بالليل والله اني دق تليفون ويطلع عندي الرقم كذا بدون رقم اسم غريب غير معروف او زي كذا رقم يجي مدري شنو يتصل بك بس ما هو برقم لا واضح ولا شيء رديت علي مرحبا مساء قال اخويا دقيت علي قلت متى قال الظهر قلت لا ما دقيت عليك الظهر ما دقيت ما تدري انا ما دقيت انا دق المغرب يمكن خارج المملكة اي خارج قال قلت انت منين انت منين قال انا برا من اوروبا ما ادري وين قلت والله ما عندي شيء قلت يوم جيت بسكر وياه قلت انا مني في الشويب ما انتهينا ما غلط ما في شيء قال الرجال الظهر قلت ما كلمتك ممكن احد مكلم قلت انا بنيف شوي بس بنختم بس قلت قال هلا يا ابو عبد الرحمن أيه. والله ما زل عليك هلا عبد الرحمن يلا حي ما تقول انا ابو فهد انا عبد الغني البكري وينك في قال في هولندا مدري وين مدري في كندا مدري وين وش عندك قلت يا ولد انا كنت بسالك عن موضوع ما دام انك برا الله يستر عليك قالوا شنو قلت جاني كذا 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 قال الله يبارك لك والله نتمنى انها تكون 100,000 قلت ايش السالفه قال تذكر الاسم اللي وديته لك في الشركه الفلانيه قلت نعم قال انا طلعت منهم من زمان شفيها. انا طلعت منهم تذكر جبت لك منها 500 مدري 600 يوم عيد قلت والله اذكرها قال انا طلعت من الشركه وشوفهم انا مجمعوا لك والله يا ابو عبد الله يهون الجميع اني فلعلم اللي ريال واحد عند الشركه تدي اخرجها لك الالفي هو يخلفه يقول سبحانه وعد وعهد انه يخلف عليك من اي ملك لانه هو ملك الملوك هتدري بعدها هتدري بعدها قلت والله اني ما اسال حتى عن الشركه ولي ولا مالي شيء عقب ما صار هالموقف تجي فلا اسال عنها لا انا اجي انا ورا انه بنقوم مو ردي بنقوم اصلا اني فلا اسال عنها تعال تعال هذا بس تعال والله تعال تعال